والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع رجاء رمزي. إليك. شكرا أميرة، شكرا سحر. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة إنكوراج للاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية أو بشأن تيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه. جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لاستعراض ملامح المشروع، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة، ذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص. قام رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بالعديد من اللقاءات والمباحثات، ذلك خلال تواجده في روتردام ضمن مشاركته في ملتقى الهيدروجين العالمي الذي يعد أطقم حدث من نوعه في أوروبا لاستخدام الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020-2025. بحث رئيس اقتصادية قناة السويس سبل التعاون المشترك مع كبرى الشركات الهولندية، ذلك من أجل استكمال النشاط المكثف الذي تقوم به الهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. قام رئيس الهيئة باستعراض الإمكانات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وأيضا تصديره لقارة أوروبا. ونتحول بكم مشاهدينا إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف من ضعف الطلب، حيث أشارت بيانات التضخم إلى احتمال بقاء الأسعار الخاصة بالفائدة الأمريكية عند مستوى مرتفع. انخفض سعر خام برنت بنسبة بلغت 1.67% ليصل إلى 75.16 دولار، كما نزل خام غرب تكساس بنسبة بلغت 1.78% ليسجل 71.27 دولار. كما انخفض أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.03% لتصل إلى $2.37 للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.37% مسجلة $2.19، ذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، مواصلا سياساته المتشددة من أجل جبح التضخم الذي لا يزال الأعلى ما بين جميع الاقتصادات المتقدمة. وأضاف بنك إنجلترا أنه يستبعد ركود الاقتصاد البريطاني. كان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 12 مرة حتى الآن لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008. حتى الآن فشل البنك المركزي البريطاني في السيطرة على وتيرة التضخم الذي لا يزال فوق 10%، وهو الأعلى في غرب أوروبا.
أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية الألمانية IFG أن موظفي النقل أعلنوا عن تنفيذ إضراب من مساء الأحد حتى مساء الثلاثاء، ذلك للضغط على المفاوضات بشأن الأجور لمواجهة التضخم المرتفع. يعد هذا هو الإضراب الثالث لعمال السكك الحديدية في ألمانيا منذ نهاية مارس الماضي، كما يعتبر الإضراب الجديد هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي شهدتها السكك الحديدية الألمانية في إطار خلاف متصاعد ما بين النقابة والإدارة. وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12% لمدة سنة للعمال الذين تمثلهم، مع زيادة بقيمة 650 يورو شهريا كحد أدنى. هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى أميرة وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي.